جات لك فرصة اللي انت تعمل عمل خير معين، تلاقي الفتن نازلة عليك بترخ. يا رب سامحني، يا رب ماليش غيرك. حلال باين والحرام باين، كلنا عارفين ان الاغاني والغنى حرام. انا هاجي يوم القيامه موضوع الغنى ده هيتحط في ميزان. حتى اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.